احفظوا الاسم زين. شخصية الرجل المستلزمات الرجالية هو عروض نهاية العام. سلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. عروض إلى 31 ديسمبر أو نفاد الكميات، وعندهم 11 فرع، وبالأخص فرع اليرموك على شارع النجاح بالتحديد. واكتبوا شخصية الرجل بيوصلك لأقرب فرع مباشرة. العروض والأسعار والأصناف سنابات القادمة. اليوم شخصية الرجل مقدمين عروض قوية، نبي شيء خاص ايضا للمتابعين. احنا في فرع اليرموك. صحيح. طيب وش يصير؟ احنا في فرع اليرموك اي احد بيجينا عن طريقه له 10% خصم اضافي. وش يقول لكم؟ احنا جايين من تغطيات ماجد بس. ممتاز. قل لهم عن طريق ماجد في هذا الفرع بالتحديد، مو بالفروع الثانيه، في هذا الفرع بالتحديد اليرموك شارع النجاح، تاخذ اي شيء حتى اللي بريال يخصم لك عليه 10%. ان شاء الله انها واضح. فرع اليرموك، عشان ما تقول لي انت قلت فرع اليرموك شارع النجاح. الشرابات، الدسوس، ايضا القبوع، اقل سعر ممكن تلقونه هالايام بكم؟ هذه عندك الحين بريال واحد. ريال واحد فقط في شخصية الرجل المستلزمات الرجالية. ايضا القبوع اللي هنا، القبوع عندك بعد بريال واحد. بريال يا جماعة. الدسوس ايضا، ايضا ما شاء الله عندك كمية كبيرة منها وكلها على ريال واحد. الى 31 ديسمبر او نفاذ الكمية. سؤال، كم ياخذ يقدر ياخذ من حبة؟ كل عميل ياخذ 3 حبات عشان يمدي العملاء الثانيين ياخذ منها. طيب يعني يجيك 3 قبوع، 3 شراب، 3 دسوس، وحتى نفاذ الكمية. بالنسبة للفرع اليرموك اذا قلتهم عن طريق ماجد خصم 10%. الفروه الشامواه الرجالي وباقل الاسعار، عطني تفاصيل هالفروه. هذه اول شيء الفروه من خارج شامواه. طيب. من الداخل الفروه كامل. ترى هذه يا ماجد معلش هذه مقاسات الكبيره، ما هي المقاسات الصغيره، لا مقاسات الرجاليه الكبيره موجوده. طيب السعر. السعر حاليا ب 49 ريال في جميع فروع شخصيه الرجل. أسألك في جميع الفروع؟ في جميع الفروع متوفره في شخصيه الرجل 49 ريال والى نفاذ الكميه ترى. وحتى نفاذ الكميه. متوفر منها كل هذه. طيب. الالوان. هذه الوانها ب 49 ريال فقط. القبوع داخلية فرو يجي منه عدة ألوان زي ما نلاحظ ونشوف، كم سعره هذا؟ هذه مقاسات رجالية متوفر منها ألوان كثيرة، الحين في 7 ريال في جميع الفروع. 7 ريال الداخلية الفرو، ممتاز. الشال؟ عندك الشال هنا هذه بخمسة ريال. 5 ريال فقط في شخصية الرجل، طيب اللي بعده؟ متوفر اللي هنا. أيضا شالات في منها شيء. شال اللفة. هذه اللفة بـ10 ريال حاليا، كانت 15 ريال. بـ10. عندك شيء منها سادة وفي ألوان ثانية أيضا ما شاء الله متوفر منها. شال اللفة بـ10 ريال، حنا في شخصية الرجل المستلزمات الرجالية وفرع التصوير فرع اليرموك. ثياب النوم الشتوية بكم تاخذونها؟ عطني السعر القوي. ترى هذه أقل سعر حاليا بين جميع المنافسين في المملكة إن شاء الله تعالى. حاليا هذا الثوب النوم او ثوب البيت، ثوب الاستراحه الشتوي، طبعا الشتوي في منه قبوع، في منه سحاب، في منه ايضا هنا زراير، في منه عندك الثوب الاماراتي الشتوي، كله رجالي، كله رجالي، ومقاسات كل المقاسات متوفره وخيارات في الالوان من 60 ريال الى 38 ريال، الى 38 ريال في شخصيه الرجل بالضبط، وفرع التصوير اليرموك. الثوب الشتوي اللي هنا عطني تفاصيل عنه. طبعا عندك هنا ثوب الشتوي، ثوب البيت مدروش، هذا ما شاء الله من اكثر مبيعا عندنا موجوده حاليا، متوفر منها ألوان كثيرة، متوفر منها رسمات مختلفة ومقاسات، كان سعره 90 ريال الحين بـ65 ريال في جميع الفروع. 65 ريال في منها شيء بقبوع وفي منها شيء سادة. عندك هنا إيكاف سادة، هذا حاليا بـ70 ريال، متوفر منها هذه الأشكال كلها اللي قدامك. طيب أدروش 65 بالضبط، إيكاف 70 ريال فقط، وفيها ألوان، فيه سادات وفيه مطرز، هذه مقاسات رجالية. ممتاز. اللي ما مداه يفصل ثوب شتوي وش الحل؟ طبعا احنا نتكلم على ثياب شخصية الرجل الشتوية، معملهم الخاص، المصنع الخاص لشخصية الرجل. طيب طبعا ما شاء الله يجي منها الوان، طبعا بالضبط عندك ما شاء الله الوان هذه كثيره. هذه الوان يجي القلاب ويجي الساده، هذا اللي علي انا الحين من شخصيه الرجل. ممتاز. هذا الاكمام ساده، فيه اللون الاسود وفيه الزيتي والرصاصي وجميع الالوان او اغلبها. السعر جميله جدا ترى، بس شوف قبل السعر صبر. عندك هنا الحشوات هذه من افضل انواع الحشوات. ممتاز. اليوم السعر ب 105 ريال مقاسات رجاليه، 105 ريال في شخصيه الرجل في جميع الفروع. أي ثوب شتوي هنا زي ما ذكرنا 105 ريال، خيارات في الألوان والأشكال، قلاب أو سادة وأغلب الألوان موجودة، هذا من معمل شخصية الرجل. عندك إضافة؟ حاليا عندنا هذه المقاسات ومتوفرة أيضا مقاسات الأطفال ومقاسات الشبابية. مقاسات الأطفال تبدأ أسعارها من 58 ريال والشبابية 64 ريال. 64 الرجالي 105. ثياب الشتوية هالسحاب متوفرة لكل الألوان؟ متوفرة كل الألوان نعم. السعر؟ السعر حاليا ثوب بفة 115 ريال، 115 ريال في شخصية الرجل، طبعا فيه عدة ألوان وهذه السحاب وهذه الكمية، المقاسات الرجالية طبعا 115. طبعا الرجالية 115 ريال، هذه قدامكم. أيضا عندهم الشبابي بـ77 ريال، الولادي 68 ريال، الصغار 65 ريال، والصغار من هالمقاس 22 26 بـ62 ريال.
ثياب الشتوية سحاب ومطرز، كم السعر؟ هذه حاليا من الدفة سعرها 125 ريال. 125 ريال احنا نتكلم عن مقاساتها الرجالية، ويجي منها عدة ألوان، وهذه الألوان الموجودة و125 ريال مطرزة كاملة. طبعا التطريز هذا هو قدامكم، وسحاب أيضا هاللون الجميل موجود. كل اللي يبحث عن الثياب الداخلية الفرو والأشكال المغربية اللي تشوفونها قدامكم، والثياب المغربية داخلية فرو وسحاب وقبوع، كم سعر هذا؟ هذا عندك 90 ريال. 90 ريال توفر منه شيء فرو وشيء من دون فرو. وهذا المبطن بكم؟ هذا بعد 90 ريال. 90 ريال. وش بعد عندنا؟ عندنا هنا أشكال ثانية، هذه عليها نقشات، أسعار مختلفة. بالضبط. كم أسعارهن؟ هذه حاليا ب 148 ريال، متوفر منها ألوان كثيرة. هذه الأشكال الحديثة عندهم 148 ريال، واللي هناك على 90 ريال. الصدريات والسديريات اللي تشوفونها داخلية فرو، داخلية فرو يا طبعا هذه داخلية فرو زي ما تشوف، زي ما نلاحظ ونشوف. أيضا الفكرة الحلوة عندنا هنا طبعا هذه ترى سديرية شخصية الرجل، شخصية الرجل. طيب على علامة الجودة، هذه علامة الجودة إن شاء الله شخصية الرجل. طيب السعر ب 145 ريال حاليا، متوفر منها ألوان كثيرة وكل المقاسات متوفرة بعد. هذه ألوانها اللي تشوفونها قدامكم 145 ريال. الصدريات اللي هنا دبل فيس، هذه كلها دبل فيس زي ما تشوف طبعا. طيب. من الخارج مخمل، من الداخل أيضا مخمل، ممتاز. يجي منها ألوان وخيارات كلها دبل فيس تلبس على الوجهين، وسعر 150 ريال في شخصية الرجل. والصدريات اللي هنا ما شاء الله أشكالها كثيرة مرة، ترى في شيء بيجي زي كذا، هذه من الداخل فرو كامل بإضافة لقبوع. سحابين طبعا. سحابين نعم، هذه عندك أشكالها وألوانها كثيرة، أسعارها تبدأ من 195 ريال. 195 ريال. هنا بعد موديلات ثانية دبل فيس طبعا، هذه شيء فخم، هذه برضو 200 ريال. هذه 200 ريال. واللي بعد اللي هنا وش هنا؟ عندنا يا أبو العمر جواكت، هذه جواكيت الجوخ ما شاء الله، جواكيت جدا جميله وداخله. طبعا سحابين، هذه سحابين داخليه فرو كامل، حاليا تجي اسعارها على 203 ريال للمقاسات الرجاليه. 203 ريال اشكال كثيره، وهذه الوانها. هنا بعد هذه موديل ثاني، هذا ايضا يجيك من الخارج ازرار، من الداخل سحاب، يعني اثنين في واحد. نعم. وعندك هنا فرو، هذه ب 185 ريال ومتوفر منها اشكال ثانيه بعد. ممتاز. حتى الجاكيت دبل فيس موفرينه وبعدة ألوان، عطني فكرة هالجاكيت. طبعا هذا الجاكيت من الخارج الفرو الناعم، ونفس الشيء من الداخل، واللبس على الجهتين، على الجهتين كأنها جاكيتين في وقت واحد. يا سلام، الرصاصي أو الأسود، ويجي منه خيارات الألوان. ممتاز. عندنا بعد هذه درجات الألوان، هذه درجات الألوان، واللبس على جهتين. هذا جاكيت وسعره 200 ريال. 200 ريال في شخصية الرجل. حتى البالط الطويل متوفر عندهم، هذا داخلية فرو كم سعره؟ هذا طويل العمر حاليا ب 180 ريال داخليه فرو كامل. 180 ريال والطويل البالطو اللي تشوفونه قدام. بعد هذا الجوخ من الخارجيه جوخ، من الداخل فرو، هذا سعره 190 ريال. 190 ريال فقط في شخصيه الرجل. بالضبط. ويجي من هالوان ايضا. صدريات الجواكيت كلها موجوده دبل فيس للصغار، طبعا مقاسات والوان. هذه مقاسات الاطفال ومقاسات الشبابيه، الشبابيه البالطو الطويل موجود، البالطو السديريه الصدريه الجاكيت. عندنا هنا بعد ايضا خيارات شخصيه الرجل، الجواكيت المطريه هذه اللي هي متوفره، هذه ووتر بروف اللي هنا، او الاشكال الثانيه هذه كلها متوفره، مقاسات الشبابيه والاطفال كلها موجوده في فروع شخصيه الرجل. اللي يبي فروه ثقيل وش تنصح؟ ترى والله هذه يا ماجد ما شاء الله ثقيله مره، هذه ثقيله ثقيله، والتفريز اللي عليها هنا وزي ما تشوف تفريزها من ورا. طيب. جميله جدا وخامتها ممتازه، يعني اللي بي الثقيل هالنوع انا ما جربتها، انت جربتها؟ والله انها مره جيده ان شاء الله. طيب السعر، هذه طبعا اللي بي الثقيل، طبعا جيوب، ها في هنا جيوب وتطريز على الاكمام. طيب السعر، هذه سابقا ب 240 ريال الحين ب 180 ريال. 180 ريال عندهم تنوع كبير في الفروات، وش عندكم هنا؟ عندك هنا الفروه البشت هذه كانت 170 الحين ب 140 ريال. 140. اللي هنا هذه الفروه المخمل شال ب 115 ريال بعد الخصم. 115. عندك هذه نفس اللي انا لابسها حاليا ب 180 زري، فروه زري نعم 180. طيب عندك هذه فروه خط عربي كلها فرو ثقيل 145. اللي هنا عندك هنا ب 150 ريال ما شاء الله، تشكيله كبيره جدا عندهم، من 49 ريال موجود الى 200 ريال موجود كلها. الفروات النسائية اللي عندهم كلها داخلية فرو، تبدأ أسعارها من 115 ريال وطالع. طبعا القبوع اللي هنا 115، القبوع طبعا في شيء هنا يجي من برا ومن جوا فرو، هذه ب 125 ريال. 125 هنا، هنا السدو ب 170 ريال، هنا 170 ريال، عندك هنا بعد ب 140 ريال تطريزات ثانية، ألوان كثيرة متوفرة ما شاء الله، متوفرة منها ألوان كثيرة. الشالات الشتويه اللي هنا وش التفاصيل؟ طبعا ما شاء الله هذه شالات صوف مطرز، مطرز نعم وليس طباعة، هذا تطريز متوفر. هذه الاشكال اللي عندك هنا السعر 45 ريال ترى سعر منافس، وعندك هذه الاشكال كلها متوفره بعد، وعندك هذه الاشكال هنا كلها متوفره، الوان واشكال كلها متوفره 45 ريال. هذه ب 45 ريال في جميع فروع شخصيه الرجل، شال مطرز ب 45.
شماغ الشتوي اللي هنا؟ عطني تفاصيله. عندك هذه غترة بروجيه، هذه من أفخم الغتر الموجودة حاليا الشتوية ما شاء الله. هذه كلها تطريز بالإضافة منها ألوان، هذا أول لون، الثاني الثالث، وبعد عندك هنا الشماغ اللي يجي على بيج، هذا الشماغ الشتوي متوفر منه درجتين حاليا. كل هذه ب75 ريال في جميع فروع شخصية الرجل والمتجر الإلكتروني. الغترة الشتوية اللي هنا عطني تفاصيل. هذه غترة ديشلون ما شاء الله، هذه ماركة مميزة جدا، خامتها جميلة خفيفة ودافية بنفس الوقت، متوفر منها ثلاث ألوان، هذا اللون الأول، اللون الثاني البني، واللون الثالث الكحل. والسعر 99 ريال في جميع الفروع، متوفر منها مقاسات أيضا. واللي يبحثون عن شماغات اليشمك، هذه شماغات اليشمك الشتوية ما شاء الله، ثلاث درجات من الشماغات، عندك الأوف وايت، عندك السكري، عندك البيج، وأيضا الغترة السكري، 145 ريال في جميع فروع شخصية الرجل. 145. الأشمغة المخفضة اللي هنا عطني تفاصيل. أربع نكشات، أربع نكشات، أربع ألوان مختلفة، كل المقاسات. شماغ اللقاء بكم؟ 38 ريال في جميع الفروع. 38 ريال وجميع المقاسات موجودة. قسم الأشمغة والغتر سواء الشتوية أو الأشمغة الثانية والمعروفة، الأشمغة كلها موجودة عندهم. بحر لو أقعد أصور ساعتين ما راح أخلص في الأشمغة. بجايم اللي هنا، عندك بجامة درش الفرو، هذه من الداخل فرو مبطن فرو، مقاسات طيب. رجالية، متوفر منها خمس ألوان، الأبيض والأسود البني الرمادي، كل الألوان متوفرة حاليا ب60 ريال المقاسات الرجالية. طيب طبعا ما شاء الله بالنسبة للبجايم الداخلية عندك تشكيلة كبيرة هنا ما شاء الله. شوف عندك هنا البجايم الديوان 55 ريال، الأصيل 45 بدون فرو، درش فرو ب60 ريال، عندك الأصيل 65، كل الشركات الدفة متوفرة، المقاسات الشبابية تبدأ أسعارها من 25، الولادية 25، الشبابي 35، ما شاء الله هنا كل هذه بجايم، يعني إن شاء الله كل شيء تحتاجه أنت وعيالك من بجايم داخلية موجود عندنا بإذن الله تعالى. البجايم اللي هنا، هذه بجايم هندية خامتها جيدة، أسعارها حاليا ب15 ريال. 15 ريال. واللي هناك، وهنا عندك بعد هذه نجيم داخل الفرو، أسعارها ب20 ريال في جميع الفروع، متوفر منها ألوان كثيرة. البجايم المخفضة اللي هنا 15 واللي هنا 20. شو اللي عندنا هنا؟ عندنا هنا بعد كل شيء تحتاجه متوفر، العقالات المرعز هذه كلها متوفرة تمام بكل المقاسات، الطاقيات متوفرة بكل أنواعها، الطاقيات هنا عندنا متوفرة. ممتاز. نجي هنا للبوكات، هذه متوفرة، الأكسسوارات، النظارات، خواتم الفضة، كلها ما شاء الله تشكيلة كبيرة من خواتم الفضة كلها متوفرة، وعليها خصومات أسعارها تبدأ من 80 ريال. عندك هنا الكبكات هذه بعد متوفرة كاملة. طيب وكل ما يحتاجه الرجل تحت سقف واحد. أيضا الأقلام اللي هنا، عندك الساعات أيضا لمدة سنة، هذه 85 ريال الساعات ضمان لمدة سنة، كلها موجودة في شخصية الرجل ومسلمات الرجل في جميع الفروع. بالضبط. الملابس اللي هنا ما شاء الله، نتكلم على ماركة ثقة، هذه ماركة حصرية لشخصية الرجل، قطن مصري 100%. الماركة هذه عليها عرض بالنسبة للملابس الداخلية، السراويل كلها تشتري خامس والسادس مجانا. طيب وش اللي عندنا بعد؟ عندنا بعد الماركة الديوان متوفرة، أسعارها مناسبة، الأصيل، بايونير، الدفة، ما شاء الله عندك هنا تشكيلة كبيرة، هذه دروش، هذه الأصيل، السراويل، الفانيلات، الهافات، الأطقم، كلها متوفرة في جميع فروع شخصية الرجل. الأطقم اللي هنا، عندك هنا أطقم ولادي وشبابي، نعم، يأخذون خمسة السادس مجانا، عندك هنا أطقم، عندك هنا برد سراويل، وعندك هنا ما شاء الله كل الأشكال متوفرة. ممتاز. الطقم نتكلم على الفنيلة والهاف. بالضبط. البلوفرات الشتوية اللي هنا، هذه وشو داخليتها؟ طبعا هذه الداخلية كلها فرو كامل من الداخل، دافية جدا. ممتاز. طيب السعر القوي، ألوان كثيرة، سعرها حاليا ب90 ريال، كل هذه الألوان متوفرة. أي بلوفر منها 90؟ 90 ريال. نعم. قسم الأحذية اللي عندكم ما شاء الله، عندنا تشكيلة كبيرة من الأحذية، عندنا النعالات، عندنا أحذية رياضية، عندنا جزم الرسمية، عندنا سكيتشرز، عندنا جميع الأشياء كلها عليها خصم حاليا 20%. قسم الأحذية عزكم الله الخصم فيه 20%. الشيء الرياضي هذه أشكال جديدة واصلة توها، عندك هنا الأشكال الرسمية هذه ما شاء الله هذه جميلة جدا، يعني أي شيء عليه خصم 20%. كله عليه خصم 20% في جميع فروعكم، في جميع الفروع، ومقاسات أيضا، المقاسات الشبابية ومقاسات الأطفال هذه كلها بعد متوفرة، وعليها خصومات كلها إلى 20% في جميع الفروع. الأحذية الرسمية اللي هنا عندنا هنا، وأنت بكرامة أنتم المتابعين، هذا جلد 100% جلد، مرنة جدا وخفيفة، هذه حصرية لشخصية الرجل، ماركة أروما، هذه الأشياء الرسمية المناسبات ما شاء الله جميلة جدا، سعرها هذه يعني يبدأ من 180-190 ريال، وفي أشكال كثيرة متوفرة من هذه الماركة.